غادي يبقى لنا الاستاذ حسن التاج. لنا تحية للجمعية الإخوان فيما يرتبط بهذا المحور الثاني اللي هو الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، الورشة الأولى اللي كانت مؤطرة من طرف بوربي والأخ حسن كريتس. يعني تمت معاينة كون الشباب هذا كان شباب يعني مناقش شباب فاعل، وكان عنده اهتمام بهذا المناقشة الورشة هذه بواحد الشكل اللي صراحة يعني أثلج صدرنا. فيما يتعلق بميدان تشغيل المقاولاتية، يعني حاول ما امكن يعني ندير واحد تقرير تركيبي، تقرير انشائي اللي كيجمع الاسئله كامله بواحد الشكل اللي هو مركب. دونك فيما يتعلق بميدان التشغيل والمقاولاتية، تم الاتفاق على ضروره تطوير عقود الشغل لفائده الشباب في الشكل المرتبط بالعقد غير محدده في الشغل، اعتبارا لما توفره من استقرار. كما اكد الجميع على ضروره تكافؤ الفرص واعتماد مقاربه تربويه ناجعه في هذا الاطار، وضروره القطع مع السلوكات الزبونيه واعتماد اجراءات زجريه. كما اكد الحاضرون كذلك على امكانيه اعتماد شراكه مع وزاره الشباب والرياضه والوكاله الوطنيه للشغل وتطوير الكفاءات شريطه الاحتكام الى موجهين اكفاء. وتمنى الجميع الانفتاح على الاتحاد العام لمقاولات المغرب لما من شانه التشجيع على ولوج سوق الشغل. بخصوص تنظيم حملات تحسيسيه بالفكر المقاولاتي، فقد رحب الجميع بالفكره على اساس اعتماد الاليات التشجيعيه وتقبل الفكره الوساطه التي يمكن ان تقوم بها وزاره الشباب والرياضه. بالنسبه لخلق المقاولات، فقد اكد الجميع على اهميه مصاحبه خلق المقاولات على اساس التوجيه والمتابعه والمرافقه. بخصوص ملف التعليم، الكل مجمع على تطوير مسالك من اجل الاندماج مجددا في مسار التربيه والتكوين مع مراعاه ظروف الحضر المدرسي. كما جدد الجميع حرصهم على ضروره اعتماد اساسيات التنميه الذاتيه في وحدات التكوين. بالنسبه للملاعب الرياضيه، فقد اجمع الكل على اهميتها وتمكين المستفيدين من تجهيزات رياضيه وصحيه. واكد الكل كذلك على ضروره تامين التعليم بالنسبه للتربيه البدنيه والرياضيه بخصوص الاطفال في وضعيه صعبه واطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. كما اكدوا على تعزيز جانب الانتماء وتنويع مجالات الاستفاده والرقي بالمؤسسات الدينيه التقليديه. اما بخصوص ضروره استراتيجيه خاصه بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، فان الجمع اكد على ضروره مراعاه وسائل النقل ومراعاه خصوصيه كل فئه. فيما يتعلق ببرامج التوعية الدينية، فإن الجميع أكد على ضرورة تفعيل دور المؤطرين الدينيين بالمؤسسات التعليمية، وقد جدد الجميع فكرة إنشاء 120 أو وقد حبذ الجميع فكرة إنشاء 120 مركز صحي للشباب داخل المراكز في خدمة الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، مع مراعاة الرفع من عدد المراكز نظرا لتزايد عدد الشباب. كما أكدوا على ضرورة تشجيع وتمكين المستفيدين من برامج المنظمات العاملة في قطاع إنعاش صحة الشباب. وأكد الجميع أيضا كذلك على ضرورة تأهيل 300 دار الشباب وتمكينها من التجهيزات والموارد البشرية بالأساس. كما صرحوا على أهمية توسيع قاعدة المستفيدين من الأوراق الصيفية وربط مؤسسات شبابية بالإنترنت وخلق فضاءات للاستماع والإعلام والتوجيه للشباب داخل مؤسسات شبابية. من جهة أخرى، أكد الحاضرون على أهمية مرافقة الجمعيات والمجموعات الشبابية لتحقيق مبادراتهم وخلق برامج من أجل محو الأمية. كما أكدوا على ضرورة إقامة نظام إخباري توجيهي ناجع يقدم تكوين ملائم لخصوصياتهم وآفاق واعدة على مستوى الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل وتحسين الدعم المادي لأنشطة جمعيات الشباب. أما بخصوص إنشاء فضاء للعبادة والتكوين الديني داخل الفضاءات الشبابية، فقد حبذها الجميع من التنصيص مع التنصيص على ضرورة اعتماد المراقبة والتتبع تجنبا للتطرف الديني. ونص الجميع على ضرورة إدماج دروس في الحقوق والواجبات ضمن البرامج المدرسية تدعيما لقيم المواطنة. أما بخصوص حق التصويت، فإن الجميع هنا أبدوا سلطهم على المؤسسات الحزبية المتواجدة ونصوا على ضرورة البحث عن بديل حزبي شبابي. أما بخصوص
السكن، فإن الجميع كان يشجع فكرة دعم السكن الخاص بالشباب، مع إجماع الكل أيضا على أهمية دعم التغطية الصحية للشباب ذوي يعني من 18 إلى 30 سنة. وشكرا. شكرا للأستاذ حسن التاج. ننتقل الآن إلى التقرير المتعلق بالورشة التالية من المحور التالي، والذي ستلقي الأستاذة خمسي فاطمة نيابة على الأستاذ مصطفى الحوي. تتفضل. مشكورة أستاذ. إدماج حقيقي للشباب في كل المجالات الحيوية، تناولت الورشة موضوع الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب بتقدير الأستاذ أشيفان مرافقة قرار الأستاذ مصطفى الحويدك، وكانت الورشة تضم الهدف من الحوار وتقاسم مشروع استراتيجية وتفكير في المقترحات المحتملة. إذن هذا الموضوع كان يشكل انشغالات الآنية والمستقبلية للشباب في البحث عن حلول ناجعة لإدماجهم بشكل صحيح بما يجعلهم أداة فاعلة في التنمية الوطنية. المنهج الذي تحدثت عنه كانت هناك مجموعة من الميادين. الواقع أنه كان إكراه ديال الزمن، ما استطعناش أننا نكملوا كل هذه الميادين. من فقط على مجموعة الميادين أنا غادي سأتلو عليكم. اللي كان الهدف من الورشة هو أن الشباب اللي كان العدد ديالهم كيتراوح يعني 30 شاب اللي حضروا الورشة، وكان نقاش جاد ومتوازي. بالنسبة للميدان الأول ديال التشغيل المقاولاتية، كانت مجموعة من الاقتراحات تقدموا بها الإخوان، تقليص نسبة الفوائد البنكية، إعفاء ضريبي، توجيه ومرافقة حاملي المشاريع، تبسيط المصادر والإجراءات الإدارية، الحماية القانونية لحامي المشروع. كنا كنشوفوا مجموعة من الإخوان كيتجوزوا مشاريع من بعد كيكون داك الإكراه البدني بعد. دائما في إطار الميدان ديال التشغيل المقاولاتية، محاربة سلوك المحسوبية والزبونية في قبول وتمويل المشاريع، تقليص نسبة الفائدة اللي كتفرضها الوكالة الوطنية لشأن الشغل لانابي اللي كتحدد في 40%، اعتماد مقاربة تشاركية مندمجة لمختلف القطاعات المعنية بالتشغيل، تفعيل برنامج مقاولاتي، إعطاء الأولوية للمشاريع المحلية. الإخوة كيقولوا أنهم كيتقدموا بمشاريع ولكن كيتم قبول مشاريع أخرى من جهات أو من مدن أخرى. ثقة في مؤهلات الشباب، ثم القيام بدراسة قبلية قبل بداية إنجاز المشروع لضمان استمراريته. ثم كاين مقترح آخر ديال خلق صندوق لدعم المشاريع المقدمة من قبل الشباب. دائما في إطار الميدان إنشاء تعاونيات للإدماج الاجتماعي، في إطار أن كيفاش ممكن يعني تكون مصاحبة ديال هذه المقاولات الصغرى وتعزيز سوق المنتجات ديالها، كان اقتراح ديال تنظيم معارض لمنتوجات المقاولين الشباب. ثم في نفس الإطار هذا المقترحات كلها كتخص الميدان ديال التشغيل المقاولاتية. بالنسبة للميدان الآخر الأكثر حيوية التعليمي، كانت مجموعة من المقترحات تقدموا بها الإخوان، خلق مسالك تعليمية تستجيب لحاجيات سوق الشغل، إدماج تخصصات مهنية في المسار التعليمي، وضع برامج تعليمية جهوية تستجيب لحاجيات الجنان. في نفس الإطار دائما دعم الأنشطة الموازية داخل المؤسسات التعليمية من رياضة وترفيه، وخلق فضاءات خاصة بالأنشطة الثقافية بالمؤسسات التربوية. ثم تشجيع الرياضة المدرسية، فصل حصص التربية البدنية يلي عن حصص التعليم، إنشاء مراكز صحية بالمؤسسات التربوية، عقد
شراكة بين وزارة الشباب والرياضة والمؤسسات التعليمية، خلق فضاءات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا خلق مراكز تربوية تعليمية، خلق مراكز قرب خاصة بالترفيه، ثم توزيع جغرافي متوازي في أثناء التفكير في حق لهم هذه المناسبة، وتحية كذلك وشكر جزيل لجميع الشباب المشاركين في هذه الورشات، وشكرا كذلك لجميع الأطر الإدارية والتربوية التابعة للنيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة على تأطيرها ووقوفها معنا في هذا اليوم ومساعدتها على ضمان نجاح هذا اليوم. وشكرا وإلى ملتقى آخر، ونتمنى من صميمنا أن المسؤولين يأخذوا بعين الاعتبار الآراء وهذه الأفكار ديال الشباب، لأنه فعلا بالنسبة لنا الشباب هو طاقة ثمينة، والشباب لو أفسح له المجال لأتى بالعجب العجاب. وشكرا والسلام عليكم.